تحدثنا في مقاطع الفيديو السابقة التي تناولت المحرك بشكل عملي بشيء من التفصيل عن محرك يونيتي وبعض أساسياته، ودخلنا في مجموعة من التفاصيل مثل مفهوم المشهد، مفهوم الكائنات الموجودة في داخل المشهد، مفهوم المكونات الموجودة على هذه الكائنات. والسؤال الآن هو، بما أننا نتحدث عن مادة لفهم البرمجة بشكل عام للألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية، فلماذا هذا التعمق في داخل محرك يونيتي؟ الجواب هو أن هذه التفاصيل مهمة لنفهم كيف يتعامل محرك يونيتي مع مفهوم حلقة اللعبة، وهو المفهوم الأهم في هذا الدرس. بالتالي كان لابد من التطرق إلى هذه التفاصيل. إذن مفهوم حلقة اللعبة هو تكرار، كما ذكرت، لمجموعة من الأوامر أثناء تنفيذ اللعبة، وبتكرار هذه الأوامر بشكل سريع ومتتابع، فتبدو اللعبة أو يرى اللاعب اللعبة بأنها برنامج تفاعلي يستجيب بسرعة للأوامر التي يصدرها، ويأخذ مباشرة المرجعات التي تنتج عن هذه الأفعال أو عن الأفعال التي تقوم بها الكائنات الأخرى أو الشخصيات الأخرى داخل اللعبة. إذن من هذه الخطوات الأساسية في حلقة اللعبة هي قراءة المدخلات التي يدخلها اللاعب إلى اللعبة، وتحريك العناصر كما رأينا عن طريق الملف البرمجي الذي كتبناه، الذي قام بتحريك عنصر من موقعه الأصلي إلى منتصف المشهد، بالإضافة إلى محاكاة الفيزياء مثل الجاذبية والاحتكاك إلى آخره، وهي من الوظائف التي يقوم بها المحرك الفيزيائي الموجود في داخل محرك يونيتي، وبالطبع في داخل المحركات الأخرى، وأيضا اكتشاف التصادمات التي تحدث بين العناصر في فضاء اللعبة، وهذه التصادمات لها أهمية خاصة تتعلق بمنطق اللعبة كما سنرى. المحاكاة الفيزيائية واكتشاف التصادمات هي بالأساس من المهام التي يقوم بها المحرك، والتي لا نقوم ببرمجتها إلا أنه يمكننا برمجة منطقنا الخاص في هذه، أو يمكننا برمجة منطقنا الخاص بهذه الوظائف كما سوف نرى لاحقا، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات وتنفيذها. وبعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات التي تحدث حالة اللعبة، إذا تغيرت أماكن العناصر، هناك قرارات جديدة اتخذها اللاعب وقام بإدخالها، هناك قرارات جديدة اتخذها الذكاء الاصطناعي، هناك تحريك حدث، هناك تصادمات تم اكتشافها، هناك تحديث للحالة الفيزيائية للعناصر مثل السرعة، مثل الجاذبية، مثل الاحتكاك إلى آخره، كل هذه التغييرات التي حدثت في حالة اللعبة يجب أن تصبح مرئية للاعب، وبالتالي يتم رسم المشهد الجديد بعد التحديث، وأيضا تشغيل أي أصوات تتعلق أو أي أصوات تنتج عن الحالة الجديدة للعبة. بتكرار هذه الخطوات بسرعة عالية، يعني لا تقل عن 25 مرة في الثانية، ويفضل ألا تقل عن 60 مرة في الثانية، فإن التفاعل مع اللعبة بالنسبة للاعب يكون ممتعا، ويمكنه أن يستمر في اللعب. أما إذا انخفض معدل التكرار هذا، فإن اللعبة قد تصبح بطيئة، وبالتالي قد تأخذ بعض الوقت ما بين أن يصدر اللاعب الأمر وما بين أن يرى نتيجته. وهذا الوقت لو كان قصيرا جدا، فلنقل مثلا جزء من 10 أجزاء من الثانية، فإن هذا يعتبر وقت طويل بالنسبة لبرنامج تفاعلي.
إذن في نهاية كل حلقة كما ذكرنا يتم رسم الإطار على الشاشة، ويجب أن لا يقل معدل رسم الإطارات في أفضل أو في أسوأ الأحوال عن 25 إطار في الثانية الواحدة، وهذه السرعة التي نسميها معدل الإطارات في الثانية الواحدة أو الإفرج فريمز بير سكند هي الوحدة التي أو هي الوحدة المستعملة غالبا لقياس سرعة تشغيل اللعبة وتقييم أدائها. طبعا هنا نتحدث كما ذكرت عن معدل إطارات وليس رقم ثابت، لأنه من شبه المستحيل أن يتم رسم إطارين بنفس السرعة تماما، فكل إطار له ظروفه الخاصة سواء من داخل اللعبة أو حتى من خارج اللعبة. طبعا في حالة الحاسب الشخصي فأنه يقوم بتشغيل برامج أخرى غير برنامج اللعبة، وكلها تؤثر على الحمل على المعالج وكذلك الحمل على بطاقة الرسومات في داخل الجهاز، وبالتالي فإن كل إطار له وقته الخاص والمختلف في معظم الأحوال عن الإطارات الأخرى، ويمكن أن نرى مثال عملي على هذا الموضوع. مثلا لو فتحت نافذة ستاتس هنا وقمت بالتشغيل، لاحظ أن معدل الإطارات في الثانية الواحدة يتغير مع أنه لا توجد أي حركة داخل المشهد، ولا يوجد على الأقل بشكل مرئي لنا أي تغيير في حالة اللعبة أو أي تغيير في حالة الجهاز بشكل عام، ومع ذلك فإن معدل الإطارات يرتفع وينخفض، وكذلك بطبيعة الحال الوقت الذي يحتاجه الجهاز لرسم الإطار الواحد مثلا هو يصل إلى 14 فاصلة كذا ملي سكندز، وقد يرتفع أو ينخفض هذا المعدل بحسب العوامل المختلفة. إذن لاحظ أنه لا يوجد لدينا رقم ثابت لنقول أنه مثلا في الثانية الواحدة يتم رسم 60 إطار تحديدا، وبالتالي فإن الإطار الواحد يستغرق تحديدا 1/60 من الثانية، لا، القيمة ممكن أن تزيد أو تقل باختلاف العوامل التي تؤثر على الأداء. إذن بين كل إطار وإطار هناك وقت محدد، وهو ما نسميه الدلتا تايم، أي الفرق في الوقت بين الإطار الحالي والإطار الذي سبقه. الدلتا تايم هو قيمة مهمة جدا تساعدنا على التحريك الصحيح أو التوقيت الصحيح لتحركات العناصر في داخل فضاء اللعبة، وذلك حتى نضمن سرعة تشغيل ثابتة للعبة وزمن ثابت لانتقال العناصر في داخل اللعبة، بغض النظر عن السرعة أو بغض النظر عن معدل الإطارات الذي تعمل عليه اللعبة في الوقت الحالي. فعلى سبيل المثال لو كان لدي جهاز لديه القدرة على تشغيل لعبة سباق سيارات بمعدل إطارات 60 إطار في الثانية، وجهاز آخر لديه القدرة على تشغيلها بمعدل 30 إطار في الثانية، فإنه سرعة السيارة في كلا الحالتين يجب أن تكون ثابتة بالنسبة للاعب، ولا يعقل أن يكون أن تتحرك السيارة في عندما يكون المعدل الإطارات 60 إطار في الثانية بشكل أسرع من ما لو كان 30 إطار في الثانية. لا، يجب أن تكون سرعة الزمن في داخل اللعبة نفسها أو زمن اللعبة يجب أن يكون ثابت بغض النظر عن معدل رسم الإطارات. لنأخذ المثال التالي حتى نفهم الفكرة بشكل أفضل. تخيل أن لدي اللعبة التالية وهي عبارة عن سيارة تمشي على شارع، ويجب أن تنتقل من بداية الشارع إلى نهايته في فترة زمنية مقدارها نصف ثانية، أي أن سرعة السيارة في الانتقال من هنا إلى هنا هي عبارة عن نصف ثانية. ولنفترض أن لدي جهازين أو حالتين من حالات التشغيل، الحالة الأولى تعمل فيها اللعبة بمعدل 6 إطارات في الثانية، والحالة الثانية تعمل بها اللعبة بمعدل 10 إطارات في الثانية. بالتالي
السؤال الآن، كيف أضمن سرعة تشغيل ثابتة للعبة أو سرعة تحرك للسيارة في الحالتين ثابتة بغض النظر عن سرعة أو بغض النظر عن عدد الإطارات التي يمكن رسمها في الثانية الواحدة؟ لنبدأ بالحالة الأولى، لاحظ أن لدينا هنا فاصل زمني وهو الدلتا تايم بين الإطار الأول والإطار الذي يليه، وهو عبارة عن 200 ملي سكند، كما ترى هنا الوقت 100 ملي سكند وهنا الوقت 300 ملي سكند. بالتالي في 100 ملي سكند هذه انتقلت السيارة من بداية الشارع إلى منتصفه، ومن ثم في 200 ملي سكند التي تليها انتقلت من منتصف الشارع إلى آخره. إذن أخذت السيارة نصف ثانية للانتقال من بداية الشارع إلى نهاية الشارع. في الحالة الثانية لدينا هنا معدل إطارات أعلى، لدينا سرعة في التنفيذ أعلى، بالتالي الزمن بين الإطار الأول والإطار الثاني أصبح أقل، أصبح بدل أن يكون 200 ملي سكند أصبح مجرد 100 ملي سكند. بالتالي الزمن الذي أو المسافة التي يجب أن تتحركها السيارة بين الإطار الأول والإطار الثاني في هذه الحالة يجب أن تكون أقل من المسافة في الحالة الأولى. لأجل ذلك دائما عندما نقوم بعملية التحريك بسرعة ثابتة يجب أن نضرب سرعة الحركة في الزمن حتى نحصل على المسافة. طبعا كلنا يعرف القاعدة هي أن السرعة هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن، بالتالي إذا أردت أن أعرف المسافة التي يجب أن أحرك بها السيارة فعلي أن أضرب سرعة السيارة الثابتة بالزمن المنقضي منذ الإطار السابق. وبما أن الزمن هنا أقل لأن السرعة أكبر، بالتالي فإن حركة السيارة ستكون أقل بعد 100 ملي سكند، ستصبح تقريبا في قريبة من منتصف الشارع ولكن ليس في منتصف الشارع تحديدا. ولكن عندما نصل إلى الإطار الثالث ويكون قد انقضى فعليا 200 ملي سكند منذ الإطار الأول، فيجب أن تكون في نفس الموقع الذي كانت فيه أو في نفس الموقع الذي كانت فيه في حالة الست إطارات في الثانية. بالتالي لاحظ بعد 300 ملي سكند إذا انقضى نفس الزمن بغض النظر عن سرعة رسم الإطارات، بغض النظر عن سرعة تشغيل اللعبة، فيجب أن تكون السيارة في نفس الموقع. وكذلك الحال في نهاية الفترة الزمنية النصف الثانية، إذا بعد مرور 500 ملي سكند ستكون السيارة قد وصلت إلى نهاية الشارع، وبالتالي اللعبة تعمل في كلتا الحالتين بنفس السرعة. السؤال الآن هو، ما الذي سوف يميز سرعة التشغيل بسرعة 10 إطارات في الثانية عن سرعة التشغيل بسرعة 6 إطارات في الثانية؟ الجواب هو كما نرى لدينا إطاران إضافيان لم يكونا موجودان في الحالة الأولى، بالتالي بدل أن يرى اللاعب في خلال هذه النصف ثانية السيارة في ثلاث مواقع فقط فإنه يراها في خمسة مواقع، وبالتالي بالنسبة لعين اللاعب تكون حركة اللعبة أسلس. ولكن في الواقع فإن سرعة السيارة وسرعة حركة السيارة هي ثابتة، ولكن الفرق في سلاسة التشغيل، وبالتالي طبعا كلما زاد عدد الإطارات في الثانية الواحدة كانت الحركة أكثر سلاسة وأكثر متعة لعين اللاعب. وبالتالي نحاول دائما عند برمجة الألعاب أن نحافظ على معدل عالي من الإطارات في الثانية الواحدة.